احنا تكوننا هكذا، تربينا هكذا، نكونوا فوق ولا ما نكونوش، وراح نكونوا فوق، راح نكونوا فوق في المستقبل. هاي الرجال تعرف تهضر. بفضلكم وبفضل هذا الشباب بفضل هذا الشباب ان شاء الله الشيء الوحيد اخواتي اخواني الشيء الوحيد ما تنساوش برك نهار نحكي لكم حكايات ولكن نتحدد تنتخبوا علينا ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله راح يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبادن الزيت نتاع السانكو والمقاروح مع ابناء توكورد مع ابناء الجنوب الكبير لانهم يعرفوا حقيقة ما هي الحضارة ما هي الديمقراطية ما هو مصير الجزائر مصير الجزائر سيكون مع الأمم الكبرى هذا هو مصيرنا لازم نجيبوها لازم نجيبوها لازم نجيبوها رانا رح نلعبوا ماتش مع التاريخ لازم نربحوا الماتش هذا الله العظيم الله المتعب يدوخني هذا الإنسان هذا كبير لازم نربحوا الماتش مع التاريخ ما فيش ماتش نول لازم نربحوا ما فيش ماتش نول راسو بابا جول بارك الله فيكم شكرا للجميع شكرا والله انا جد مسرور بحضوري معكم اليوم لان ما كانش في الدنيا شيء ابهم واحسن انت شفت مولاي ابهم واحسن من يتلاقى مع شباب راي الصايعه انت قلت قلت انت مين لك على الحكايه وصلنا لها ونعاهدكم اليوم ان في البرنامج نتاعو سنضعف اكثر في المستقبل لونساج نزيدوا لها الله هذه نسجلوها وندرسوها لكن نزيدوا لها هاي الفكره وين راح اكثر من هذا باسم المترشح نعاهدكم بالنسبه للخريجين الجامعه راح نخلق نظام جديد ما يسمى بستارت اب متوجه الى الجامعيين باش يخلقوا هما الشركات تاعهم اللي هي متركبه على المخ لانهم مخاخ ونسحقوا المخ تاعهم الجزائر تحتاجهم هذا راه داهيه هذا راه علامه اتطلعوا فيه هذا قاري العلوم السيكولوجيا والاداب والتاريخ ولا سمعته داخل الجزائر الشيء اللي ناكدوا اليوم اخواتي اخواني احنا البعض يتكلمونا على الربيع العربي ما فهمناش هذا الموستيك هذا منين جا شو ديك الهضره وديك ما فهمناش هذا الناموس اللي غلقنا له الباب ما يقدرش يدخل ولكن اذا كان يحاول يدخل من الطاقه او من النافذه عندنا المبيد وبالفليتوكس نقضيه عليه لكم الناموس باش تنشا والله خليه في الدار والناموسه ميته كيما هذه الناموسه هذه غير كنا متهنين بلادكم قويه شبابكم قويين احنا صحاح عنده الحق ببريطة المهبول شوفوا حتى في كرة القدم زوج مرات الفريق الوطني تأهل إلى النهائيات أشكون اللي ولدتهم ويديرها في الشهر الماضي برك
الجزائر حصلت بعد غياب سنوات وسنوات وسنوات طويلة على الكاس الإفريقي بالنسبة لكرة اليد. هذا مش انتصار، هذا هو شباب الجزائر. الجزائر شباب الجزائر رجع ورجع بقوة ورانا هنا. يا المعليه المهبي لا مسخيط الضر ولا واحد الكوكاي واحد كذا واحد يبعث الروينه بصاشيات واحد مهبول واحد العمل، لان احنا في حاجه لهذا الرجل، نحن في حاجه لهذا الرجل اللي مد حياته كلها للجزائر، وحنا في حاجه باش يكون يواصل المسيره نتاعو. نو 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 سنجينا الحديث هذا. كونوا فخورين بالجزائر، دولة عظيمة دولة قوية، دولة عظيمة دولة قوية. أيام شي تلعب لعبة مترشح عبد العزيز بوتفليقة كلكم تعرفوه، ما فيش داعي اليوم نقدم ما قدم لهذا البلد وهو في العمر 16 سنة. نعطيكم ميدان آخر في ميدان السكن اللي هو مشكل عويس بالنسبة لكل الجزائريات والجزائريين، والحمد لله فيه نجاحات كبيرة في هذا الميدان. أنا موافق معكم اليوم أن بد يكون فيه تفكير آخر. حققنا نجاحات في السكن الاجتماعي. أنا نبنو في واحد قصر هكا حاجة مفور كبير 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 بزاف، دخلها هاك تنقص هاك تخرج منها تطلع من السما تدخل من التيقة. حاجة نقول لك قاس، لأننا في البرنامج تاعنا عندنا هدفين كبيرين. أولتها تنسي الإنسان، ثانيتها سلي الإنسان شرح فاف، هذا المهم نتاعي أنا. بتطوير الاقتصاد، هذولا جايبهم يكشبري جايبهم من الخارج باه ينعتوا للناس تورخ، نقضوا على الشوماج والشومال نتاع هذا، هذه نهنيكم منها. وها جماعة وهذا المهم، نكفروا الانتاج الانتاجية هذول ونصدروا بهم حوايج للخارج ونجيب بهم الدفيس. احنا واش نصدروا للخارج؟ وي 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 بون كيستيون هذه الحاج ابراهيم، احنا واش نصدروا للخارج؟ احنا لان دوله اللي ما عندهاش اقتصاد قوي ما تقدرش تكون دوله في المستوى، ما تقدرش تكون دوله تخلق الثروه، والثروه هي اللي تخلق العمل، والعمل هو اللي يخلق السعاده. احنا خصنا حاجه السعاده، لازم نحبوا بعضنا، لازم نحبوا بعضنا، لازم نحبوا بعضنا. هذا ما خصنا، هذا ما خصنا، هذا ما خصنا. شكون اللي رشحوا في الامير هذا؟ شكون اللي رشحوا؟ تريدوا تجيبونا في الذر وتجيبونا في التمسخير وتجيبونا في الله. شفاو نهار تقدمت البرلمان، لما قدمت الحكومه والبرنامج تاعي واش قلت لهم؟ قلت لهم خليه الشباب يعيش، خليه يعيش. تم حسب ليش ناس لاتين بيك انت؟ وسنواصل العمل وتعيشوا ان شاء الله كما ينبغي، وتعيشوا كما ينبغي، لان تستحقوا كل خير، تستحقوا كل خير. امنوا برك، كونوا شجعان واقوياء، والله والله لا تشوفوا ان شاء الله بلادكم في المستوى المطلوب. بارك الله فيكم، شكرا للشباب الجزائري، الله يوفقكم، الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الهنا ان شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.